اهلا بحضراتكم من جديد. يعني اللي كان ملاحظ على مدار الايام السابقه وهو موضوع التساهل امام النادي الاهلي، وان البعض من هم محسوبين على بعض الانديه الاخرى دايما بيحاولوا ان هم يدوسوا على الحته دي شويه، وان كل الانديه اللي بتقابل الاهلي بيتساهلوا قدامه عشان يكسب الدوري وعشان هو ينافس ويحصد نقاط اكتر الفتره الجايه عشان يلحق الزمالك وحاجات كده من هذا القبيل وحاجات غير منطقيه. وللاسف برضو الواحد بيزعل جدا لما بيشوف ناس من المفترض ان هي متعلمه كويس، من المفترض زي ما هم بيقولوا، وان هي ناس مثقفه. فانا مش عارف انهي تعليم ده ولا انهي ثقافه دي يعني اللي بيتكلموا بيها بالطريقه دي، مش عارف. فانا مش عارف، مستغرب جدا جدا بخصوص الامر ده تحديدا، لان مش الاهلي يا جماعه اللي بيحتاج الكلام ده. الاهلي ده فريق بيلعب في يعني مناسبات عالميه، الاهلي ده بيلعب في كاس العالم، الاهلي ده مش بينافس على البقاء في بطوله الدوري. الاهلي ده بطل الدوري 42 مره. الاهلي الموسم اللي فات هو بطل الدوري، في عز ما المنافسه بتبقى موجوده الاهلي بيفوز بالدوري. يعني مش ده النادي اللي محتاج ان حد يساعده، ولا النادي اللي بيحتاج ان حد يتساهل قدامه. مش هقول الكلمه الثانيه اللي هم بيقولوها، مش الاهلي ابدا. فاللي بيعمل كده واللي بيحاول ان هو يتكلم او من المنطلق ده او في الاتجاه ده تحديدا، هو بس بيحاول ايه؟ يستفز الفرق اللي بتقابل الاهلي عشان يبقوا بمنتهى الجديه قدام الاهلي، وان هم يحاولوا يفوزوا على النادي الاهلي. وده شغل خارج الملعب، ماشي مفيش مشكله. هم كده كده اي فريق بيلعب النادي الاهلي بيحاول ان هو يطلع كل اللي عنده، لانه بيلعب مين؟ اسم مين؟ اسم الاهلي. فكده كده هو بيلعب بمنتهى القوه، بيلعب بمنتهى الجديه، لان انت دي الماتشات اللي بتبان قدام الجمهور من خلالها، دي الماتشات اللي بيبقى ليها مشاهده كبيره جدا جدا. اي ماتش للاهلي فاضمن ان نسب المشاهده غير طبيعيه، لانه النادي الاهلي اكبر شعبيه واكبر جماهيريه، مش بس في مصر، لا في افريقيا والوطن العربي. فكل لعيب هيلعب قدام الاهلي او كل مدرب هيلعب قدام الاهلي هيبقى عايز يثبت ايه؟ ان انا جامد قوي، ان انا مفيش زيي. وده الطبيعي. مش الطبيعي بقى اللي الناس التانية بتقوله، اللي انتم عارفينهم كويس جدا، ما عندهمش غير ان هم يقولوا الكلام ده. لا يملكوا شيئا غير كده للاسف الشديد. يعني طيب يجي يقول لك ما هو الاهلي اصل فاز على المقاولين، والمقاولين مش عارف عمل ايه، ده ماتش كان صعب جدا، والماتش لغايه اخر ربع ساعه ما اتحسمش. واللي خلى الاهلي يفوز في المباراه دي بصراحه يعني بعد توفيق المولى عز وجل، تغييرات موسيماني وتعامله التكتيكي المميز في هذه المباراه. في نفس الوقت المقاولين ده اللي كان هيفوز على الاهلي في الدور الاول، كان كسبنا 2-0، رجعنا كسبنا 3-2. المقاولين ده اللي عنده الكابتن عماد النحاس اللي تأهل معاهم للكونفدراليه الافريقيه السنه اللي فاتت. فكلام ملوش اي لازمه خالص خالص، ومش لازم نقف عنده كتير. وفي نفس الوقت ما انا برضو بستغرب الناس دي اللي بتتكلم بالمنطلق ده. طب ما تبصوا على نتائج فرقكم قدام النادي الاهلي، هل انتوا كمان بتتساهلوا مع الاهلي؟ يعني انتوا كمان بقى لكم مثلا 3 ماتشات في مختلف البطولات. وانا هنا بتكلم على الشخص او الكام شخص القليلين اللي للاسف محسوبين على نادي الزمالك للاسف الشديد، يعني اللي ما ينفعش يظهروا قدام الجمهور ويتكلموا، لان الثقافه عندهم محدوده جدا جدا جدا. فانا بسالهم سؤال، هل معنى كده ان النادي اللي انتوا بتشجعوه ده بيتساهل هو كمان قدام الاهلي؟ ما انت ما كسبتوش السنه دي، ما كسبتش الاهلي السنه دي، فكده دي معناها ان انت بتتساهل برضه؟ حاجه غريبه قوي، حاجه غريبه جدا. فكل الكلام ده احنا مش هنقف عنده، وفي نفس الوقت مش هيشتت ابدا ابدا لا جهاز فني ولا لعيبه عندنا في النادي، لان الناس دي عارفه اهدافها كويس جدا، ما بيبصوش للمهاترات دي. هي مهاترات وهزار وكلام للاسف هو تافه من الاخر، يعني كلام تافه اقل ما يقال عنه انه تافه. فما بيبصوش للحاجات دي، هم مركزين في هدفهم. هدفهم ايه؟ ان هم كل مباراه بيلعبوها في الدوري يكسبوها. هدفهم ايه كمان؟ لان ده النادي الاهلي، ان هم يفوزوا بدوري ابطال افريقيا. الاهلي اللي بيوصل لكل المراحل النهائيه في اي بطوله، الاهلي اللي بيلعب في مستويات عاليه جدا في كاس العالم للانديه، ناس كتير جدا ما لعبتش فيها. مفيش اي نادي في مصر لعب في كاس العالم للانديه غير الاهلي، صح ولا لا؟ صح مش كده؟ فبالتالي كلام يعني غريب جدا في توقيت غريب، وكل الهدف منه ان هو يشتت النادي الاهلي. الاهلي مش هتشتت، الاهلي هيلعب كل مباراه بمنتهى القوه عشان يوصل لاهدافه ويحقق طموح واحلام جماهير. وده امر يعني
ما فيهوش كلام وما فيهوش نقاش اطلاقا. فمش هنقف كتير عند الحاجات اللي زي دي، وكل واحد بيحب شويه ان هو ايه يتكلم شويه عن النادي الاهلي، فما فيش مشكله، ده الاهلي برضو، ده الاهلي برضو. فاي حد بيبقى عايز كده يتشهر شويه او عايز الناس تعرفه شويه او الناس تاخد باله منه، فهيتكلم عن النادي الاهلي بشكل سلبي مش بشكل ايجابي، فده امر احنا اتعودنا عليه.